في سياق متصل، أكدت الحكومة أن جميع أجهزة الدولة تسعى لتوفير كل جهدها لتقديم كافة التسهيلات إلى جميع الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة. جاء ذلك خلال احتفالية لوزارة الطيران أقيمت في مطار القاهرة لوداع أول أفواج الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة. وأكدت الوزارة أن هناك تعليمات بتسهيل إنهاء إجراءات الجسر الجوي وداخل صالات السفر والوصول بالمطارات ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن هناك غرفة متابعة على مدار 24 ساعة لمتابعة الجسر الجوي. احنا الحمد لله ما كانش عندنا اي صعوبات الحمد لله في البدايه. كل الجهات في الدوله ساعدت انه الحاج يبقى رايح ان شاء الله مبسوط وما عندوش اي مشاكل. الى الان كل الجهات زي ما قلت لحضراتكم متكاتفه علشان الحاج يوصل بالسلامه ويرجع بالف سلامه ان شاء الله. لا الحمد لله، ده راحه في كل حاجه، واحنا لسه في الصاله هنا مرتاحين، بقدم لنا كل حاجه هنا في الصاله. الخدمات الحمد لله كانت متيسره والحمد لله الحمد لله والله. فعلا خدمات على اعلى مستوى، وتيسير كان في تيسير جامد جدا لينا في دخول النهارده المطار، وكان يعني كان في يعني عواقب قابلتنا في الشنط وكده، لكن كلها تيسرت لنا. يا رب توعي كله مشتاق، شعوري كان حاجه فرحه ومش قادره اوصفها لك يعني. بسم الله ما شاء الله، يعني ما يكون واحد رايح كده عند الرسول حاجه ما تتوصفش يعني.